لكن اكو شيء اخر، الرشد يعني يحدد الواقع الاجتماعي، ايش قد تعرف اهلها يشوفونها راشده ولا مراشده، ايش قد تستجيب من خلال المدرسه، يعني هذا الشيء يحدد الواقع الاجتماعي. طيب. ولا من يحدد الرشد؟ تعال اقول لك، انت تقدر تحدد الرشد؟ هو هاي القصه يا الرشد؟ ابو عمار، الشيخ يقدر يحدد الرشد؟ هاني سؤالي هنا، الواقع الاجتماعي هو اللي يحدد الرشد يا عيني يا حبيب قلبي. احنا لكن اذا قدرنا وواقعيا دخل اكمل لك، مو قلت لك خليني اكمل لك، صاحبة العمر 9 سنوات مو راشدة. طيب. مو 100% مو راشدة، شلون تصير راشدة يا اخي؟ طيب. حقوق الزوج معقدة وكبيرة وضخمة، ولذلك انه عمر 9 سنين ما تتحمل هاي الشروط. ما تتحمل هاي الحقوق اطلاقا. طيب. ولا انت تقول لي وحدة عمرها 9 سنين ورجل يريد يطلبها للمتعة للاستمتاع وللفراش في أي لحظة وفي أي وقت ما عدا الحائض وما عدا الصوم. طيب أنا عندي أشياء أخرى، هذه إنه المديب هالعمر يعني تصير راشدة، تحفظات تفهم. لذلك في الحقيقة يجب على الفقه أن يراجع هاي القضية وفق معطيات جديدة. يعني أستاذ أبو عمار، هاي الشغلة مو بيدك ولا بيدي، بيد مراجع. لكن أنا أقول هذا يعني الشيخ نور تحدث قال هاي القصة بيد مراجعنا بالنجف، وخاصة أنه التعديل يقول أنه لازم نرجع إلى النجف الأشرف فيما يخص الشيعة، وإلى الوقف السني وعلماء الوقف السني فيما يخص المدونة السنية.